أن المسلم أنظف وأطهر إنسان يمشي على سطح الأرض. والقصة بدأت عندما كان عمر العالم السويسري روبرت كينزي 63 سنة، وكان لديه جهاز يسمى سيرمال فيور يصور الانبعاث الحراري الخارج من الجسم باستخدام كاميرات خاصة، تصور الهالة أو الكارما المحيطة بالإنسان. والهالة تتكون من سبع طبقات ابتداء باللون الأحمر وهذه الهاله لو انتظمت يكون الانسان مطمئنا هادئا وقد قام العالم روبرت كينزي بتجربه حيث جاء بخمسين الف شخص من اوروبا وصور لهم الانبعاث الحراري لكل واحد منهم وكان يستخدم هذه الطريقه لتشخيص الامراض فوجد ان الخمسين الفا الذين صورهم هالتهم غير منتظمه ففكر ان الهاله هذه طبيعتها حتى جاء بقدر الله رجل من نيجيريا فلما صوره وجد هالته منتظمة فسأله العالم السويسري عن سبب هالته المنتظمة فقال له أنا لا أمشي إلا بالوضوء فعلم العالم السويسري أن الرجل النيجيري مسلم فقال للنيجيري هل إذا توضأت أنا تنتظم هالتي فقال له نعم لكن يجب أن تغتسل أولا فأخذه الرجل النيجيري ووضأه وضوءا إسلاميا ثم صور نفسه فوجد الهالة تنتظم وبما أن العلم يعتمد على التكرار في التجربة جاء سبعة وثلاثون ممن يعملون في قسمه وصورهم بعد أن اغتسلوا ثم توضأوا فوجد أن هالتهم كلهم قد انتظمت تماما بالرغم من أنهم غير مسلمين وهنا أعلن العالم السويسري إسلامه والعالم السويسري روبرت كينزي حفظ القرآن الكريم وسنه سبعة وستون سنة وسمي الجهاز بمقياس الايمان واصبح لا يعطي لمرضاه اي مهدئ وانما يامر مرضاه بالوضوء الاسلامي كما اكتشف العلماء حديثا ان الوضوء يعطي طاقه ايجابيه ويخلص من التوتر والضغط العصبي فسبحان الله العظيم وصدق رسوله الكريم صلى الله عليه وسلم القائل ان امتي يدعون يوم القيامه غرا محجلين من اثار الوضوء فمن استطاع ان يطيل غرته فليفعل. من عمل صالحا من ذكر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم اجرهم ولنجزينهم اجرهم بأحسن ما كانوا يعملون